خويا انا بدرجه اول حاجه وغنهضر معاك دون عاطفه بكره القدم. ودا ديال دات الى ربحات الديربي راه دير البطوله. اما الراجل الى ربحاش راه 80% ان شاء الله البطوله ديالنا، حيت باقي لنا ماتش مأجل مع اكادير. والراجل الى ضربات الوداد في الديربي راه اكادير ان شاء الله غنضربوها والفيكتوار ان شاء الله. وبالنسبه لمقابله الديربي الحمد لله الدراري رجعوا لنا ديك الثقه اللي كانت. الحمد لله الرجاء ديما كتبقى فريق كبير، وان شاء الله غدا نتمنى المقابله تكون في جو الرياضي، ونتمنى انتصار الفريق الرجاء البيضاوي. وان شاء الله الرباح غيكون من اجل الحافظي اللي غائب على المقابله، هو المايسترو ديال الرجاء البيضاوي، حيت كيقولوا الناس بان الرجاء بلا حافظي ماشي رجاء، ولكن الرجاء كاين فيه الشاكير وفيه الكابيتانو ديالي كما قالوا، واخا غيغيب بوطيب وغيغيب الحافظي ولكن كاين جمهور وحنا معاها، وان شاء الله الفوز غيكون صالح الرجاء البيضاوي باذن الله. اللي كنتمنوا في هذا الماتش ديال الديربي يكون فيه هو الروح الرياضيه اولا، قبل ما نقلبوا على الرباح تربح الرجاء ولا الوداد، حنا بغينا اول حاجه يكون الفير بلاي في الماتش وتكون الروح الرياضيه. نتمنوا ان شاء الله حنا رجاويين كنتمنوا الفوز ديال الرجاء، وحنا كنتمنوا النتيجه الاولى هما يكون يخرج الجمهور راضي على كل شيء بلا صداع بلا والو، واللي لعبات مزيان مرحبا بها، وكنتمنوا الرجاء ان شاء الله تربح 1-0.